التجارة الإلكترونية الاجتماعية هي تطور بيشمل كل وسائل التواصل الاجتماعي بعصرنا الحالي. مع التجارة الإلكترونية بيرجع على بالك كثير من عدد المستهلكين اللي بيبحثوا عن عمليات شراء عبر الإنترنت وخاصة عبر الشبكات الاجتماعية. أساس التجارة ميزاتها الأسس الصحيحة، يعني اليوم بتطور التكنولوجيا عم نشوف إلى مو فقط آثار سلبية، في آثار إيجابية لازم نسلط الضوء عليها. معنا المهندس طارق السعطعي أخصائي معلوماتية لنحكي أكثر عن هيدا الموضوع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق. يعني بالبداية نحن دائما بنقول السوشيال ميديا، الإنترنت، الأبليكيشن، الموبايلات الحديثة هي سلاح ذو حدين، ولكن نحن كيف فينا نستثمرها لحتى نطلع مصاري، لحتى نمتهن مهنة تجارية عبر إنه تجارة إلكترونية؟ أنا رح أبلش بالبداية بشوي فوت بتعريف التجارة الإلكترونية وأنواعها، وبعدين بننتقل لحتى نحكي عن التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هلأ كتجارة إلكترونية هي بلشت من التسعينيات مع بدء ظهور الإنترنت. بالتعريف هي عملية بيع وشراء المنتجات، الخدمات، المعلومات عبر شبكة الإنترنت. ممكن تكون شبكة داخلية أو شبكة خارجية بنسميها إنترنت أو إنترنت. طبعاً إلى عدة تصنيفات. من تصنيفات التجارة الإلكترونية إذا حكينا فيها هي التصنيف الأول بنسميه بزنس تو بزنس، يعني من الشركات للشركات. يعني ممكن تتم عملية التجارة الإلكترونية من شركة لشركة أخرى، إن كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر قنوات خاصة فيهم، فهذا النوع الأول من التجارة الإلكترونية. التصنيف الثاني بنسميه البزنس تو كونسيومر. هذا النوع من التصنيفات هو الأشهر، واللي هو بيكون من الشركات للمستهلكين مباشرة. عبر ظهور وسائل التواصل الاجتماعي كانت تكون في منصات إلكترونية للبيع المباشر من الشركات للزبائن. يعني يفوت الزبون على البورتال تبع الشركة، على الموقع الإلكتروني للشركة، بفوت بيكون عنده سلة مشتريات، بيتصفح بالمنتجات، بيكون عندهم إي كتالوج، وبنقي المنتجات اللي بده إياها، وممكن عملية الدفع تكون عملية دفع إلكترونية. التصنيف الثالث اللي بنسميه البزنس تو بزنس تو كونسيومر، يعني من الشركة، مثلا شركة لوكيل للمستهلك. والتصنيف الرابع هو الكونسيومر تو كونسيومر. هلا التصنيفين الاكثر شيوعا بشبكات التواصل الاجتماعي هن البزنس تو كونسيومر، يعني من الشركه للمستهلك، او من المستهلك للمستهلك، او من الكونسيومر تو كونسيومر. يعني بشبكات التواصل الاجتماعي نحن بنستهدف بشكل اساسي المستهلكين. مع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي صارت الشركات وحتى الاشخاص والافراد يستغلوا خلينا نقول الإقبال الشديد على شبكات التواصل الاجتماعي، يستغلوا مثلا المجموعات اللي ممكن إنشائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجروبس مثل فيسبوك مثلا، الصفحات، لحتى يسوقوا منتجاتهم. يعني عملية تسويق المنتجات ممكن تكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي شركة عندها منتجات ممكن تسوق. التسويق بمعنى أنه هي ما بتبيع على شبكات التواصل الاجتماعي، وإنما هي بتحط إعلاناتها بحيث انه الزبون مثلا اذا عجبه منتج معين يفوت على البورتال تبع الموقع الالكتروني وتتم عمليه الشراء مباشره. هذا النوع من التجاره الالكترونيه، او بنسميه التسويق الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تطور الموضوع وصاروا يبيعوا مباشره على منصات التواصل الاجتماعي. يعني في منصات الانستغرام بتامن عمليه عرض المنتجات وبيعها بشكل مباشر للمستهلك، واكثر من هيك انه حتى صاروا المستهلكين بين بعضهم البعض يبيعوا. يعني انا اليوم كثير بشوف جروبات على الفيسبوك، هاي الجروبات بفوت انا بعرض مثلا عندي قطعه بدي بيعها، ممكن تكون مستعملة ممكن تكون جديدة، فبفوت على الجروبات بسوقها، في حدا تاني ممكن انه يفوت يعجبه هذا المنتج او يشتري. فهيك صارت شبكات التواصل الاجتماعي منصة للتجارة الالكترونية بسبب يعني بوجود هالعدد الضخم من المستخدمين لشبكات التواصل. استاذ طارق، يمكن كنا عم نحكي عن تحت الهواء عن التجاره الالكترونيه الاجتماعيه. خلينا قبل ما نحكي عن تفاصيل هي التجاره وسلبياتها وايجابياتها نعرفها اكثر للناس. هلا مثل ما كنت قبل الموجز عم بحكي انه التجاره الالكترونيه وقت وصلنا للشبكات التواصل الاجتماعي صاروا يصنفوها عالميا، يسموها التجاره الاجتماعيه او التجاره الالكترونيه
الاجتماعية اللي هي بتتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هي بيكون فيها عملية البيع بتكون عملية مباشرة على العكس من التسويق عبر الوسائل التواصل الاجتماعي. يعني الشركات ممكن انه تستغل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بس انت بالنهاية بتفوتي بتشتري من الشركة من الموقع الالكتروني تبعها او من البوابة التجارة الالكترونية تبعها. فبالتالي تحول العالم لشبكات التواصل الاجتماعي، عدد المستخدمين اللي كتير كبير بشبكات التواصل الاجتماعي، فينا نقول على فيسبوك مثلا 3.7 مليار مستخدم ويوميا آلاف الأشخاص اللي عم يفوتوا على شبكات التواصل. هون ظهرت المجموعات على الفيسبوك. هاي المجموعات هي بيكون فيها أشخاص ممكن يفوتوا يكون عندهم سلعة، يكون عندهم منتج. عم نشوفها كتير بسوريا مثلا بمجموعات تبعات العقارية بيع العقارات. صار في تخصصات أكتر، صار في مجموعات مثلا للمستعمل، كنا عم بحكي شوي عنها بالبلد. طبعا هذا نوع من أنواع التجارة الاجتماعية. النوع الثاني ممكن تكون شركة ضخمة مثل الشركات الكبيرة، مثل شركات حكومية، حتى تصير تقدم خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذيك بيكون لها صفحاتها، بيكون لها منصاتها، بتكون معروفة وموثوقة. بس المشكلة بالجروبات اللي هي أحيانا عم بتكون منا معروفة. أي شخص بيفوت أنا بيقول أنا عندي منتج بدي بيعه، هي بتندرج تحت الكونسيومر تو كونسيومر، وهي حقيقة مربكة كتير للعالم، خاصة انه ممكن يفوت الشخص بده يشتري يلاقي الطرف الثاني مثلا ما في مصداقية، ما في ثقة كتير كبيرة بهذا الموضوع. فهون ظهر مفهوم التجارة الاجتماعية وتطور، واليوم صار اغلب الشركات واغلب الاشخاص يتجهوا للتجارة الاجتماعية ويبيعوا منتجاتهم عبر الفيسبوك. تمام. خلينا نحكي شو هي ابرز الاخطاء الشائعه، وشو هي يمكن ابرز النقاط يلي هي بتكون ضعيفه وما بتنجح التجاره الالكترونيه فيها. خلينا نركز على المصداقيه بعرض اي شيء. هلا النقطه الاولى اللي بدي احكيها انه التجارة الاجتماعية أو التجارة الإلكترونية هي يفترض تكون فرع من تجارة هي قائمة. يعني ما أي شخص يقول أنا يلا عندي هالقطعة بدي فوت بيعها على الإنترنت، إلا إذا كان يعني بحالات نادرة. بس أنا التجارة الاجتماعية لحتى تنجح يفترض يكون عندي تجارة ناجحة. يعني ممكن يكون أنا عندي مثلا بشتغل بمجال الألبسة، بشتغل بمجال العطورات، بشتغل بمجالات مختلفة. أنا عندي بزنس قائم، هذا البزنس بحاول اني وجهه باتجاه التجارة الاجتماعية للمبيعات، تزداد المبيعات، تزداد الربح. فبالتالي اول عنصر انه الناجح انا برأيي الشخصي هو يكون في بزنس الشخص او الشركة هي عم تقوم فيه وتحوله لتجارة اجتماعية بحيث انه تزيد الفائدة. النقطة الثانية وبظن انه هي عامل من عوامل النجاح، المصداقية. المصداقية اليوم بالشبكات التواصل الاجتماعي ما في شيء مخبى. يعني بتلاقي إذا حدا انتصب عليه خلال ساعة كل العالم خبرت أنه هذا نصاب. فبالتالي المصداقية، لأنه نحن قدام مجتمع ضخم جدا، فالمصداقية كتير مهمة بهذا. بس قديش فيني أحمي؟ يعني يمكن مثل ما قلت في شركات بتخاف على اسمها، هيك في عندها مصداقية عالية. بس مثل ما قلنا يمكن صار في شيء عشوائي اليوم بالتجارة الإلكترونية الاجتماعية. أي حدا يمكن حابب يعمل بزنس خاص فيه يفوت بهيدا المجال. بس قديش في يحمي المستهلك؟ مثلا أنا عم نشوف كثير مشاكل على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه بتواصل باخذ قطعة معينة وبيكون دفع حقها، تلاقيها مو مثل ما شافها أو فيها مشاكل بده يرجع ما فيها. هلا هون يمكن العشوائية الحقيقة. يمكن يعني أول شغلة ما نحاول نشتري من أسماء وهمية. يعني على الفيسبوك على المجموعات بتلاقي في حدا فايت باسم وهمي وعم يبيع. طب هذا انا لا بعرف رقم تليفونه، لا بعرف. بس احيانا بتلاقيهم بجروبات اساسيه للبزنس اسماء، فالواحد بيضيع. يعني هو تماما. هلا هو يعني ممكن يكون المعروض للبيع من شخص حاطه بجروب او من الجروب هو بحد ذاته. هلا احتماليه انه الجروب مثلا، خاصه اذا كان عدد المتابعين او عدد الاعضاء اللي موجودين فيه كبير، هذا بيعطي نوع من المصداقيه. اما اذا كان جروب مثلا عدد الاشخاص فيه قليل، فهذا يعني بيخفف المصداقيه تبع يعني الشخص اللي نحن عم نشتري منه او المجموعه او الصفحه. فبالتالي يعني ما نحاول نشتري من اسماء وهميه، نحاول نسال. يعني دائما انا
يعني بحاول على الفيسبوك قبل ما اشتري من هذا الشخص شو رايكم بهذا الشخص او شو رايكم بهذا المنتج. العالم عم تعطي فيدباك كثير قوي وعم تعطي تقييم كثير قوي. هلا في منصات خارج شبكات التواصل الاجتماعي مثلا متاجر الكترونيه بتعطيك تقييم هذا المتجر، يعني هذا المتجر مثلا تقييمه 4.5 من 5، هذا المتجر تقييمه 4 من 5، هذا المتجر تقييمه 4، هذا المتجر تقييمه 3 من 5، هي خارج تواصل شبكات التواصل الاجتماعي. بس نحن داخل شبكات التواصل الاجتماعي عندنا طريقه كثير قويه لنشوف اراء المستهلكين، الناس اللي اشتروا من هذا الشخص. يعني بحاول انه انا مثلا قبل ما اشتري منه شوف راي العالم، هل هذا الزلمه موثوق او لا، اتفق معه على طريقه الدفع. يعني نحن بغياب شوي الدفع الإلكتروني، مع أنه في بدايات بالشركة السورية للمدفوعات اللي هلأ بلشت تطلع على الواجهة يعني تستلم هذا الموضوع، بس لساتنا ببدايات عمليات الدفع الإلكتروني. فبالتالي بدنا نلجأ لاتجاهات أنه مثلا أنا تسليم عند الاستلام. يعني في كتير شركات تحويل تمام، ومع ذلك بتصير عمليات نصب. من عمليات النصب اللي ذكروا لي إياها أحد المتابعين أنه هو تأكد أنه الطرد وصل لشركة الشحن ورقم الطرد كامل طلع فاضي، أم آخر شيء طلع فاضي. فيعني للأسف أنه إذا ما في أخلاق، بس يمكن يعني التجارة أهم شيء فيها بظن الأخلاق، إذا ما في أخلاق ما في تجارة. أيوة، طبيعة الشعب العربي يمكن والسوري خصوصا طيب، يعني ما بيتوقع أنه ممكن هيدا الشخص يغش عليه، فبتلاقي بيتواصل معه وبيشتري وبتفاجأ بيه، خاصة إذا كان السعر مقبول لأنه هلأ الوضع شوي هيك مكركب. صحيح، حتى ثقافة المجتمع، يعني نحن عندنا ثقافة المجتمع الشخص اللي بيحب يشتري بيحب أنه ينزل يشوف القطعة بإيده. هذا الشيء شوي بخفف يمكن جوا سوريا كتجارة اجتماعية عن باقي الدول. باقي الدول ممكن يكون خلص في مصداقية، في يعني في ثقة، في ثقافة مجتمع. نحن ثقافتنا إذا ما نزلت وفتلت 20 محل ودورت على القطعة رحت وجيت ورحت وجيت ما بينسى الحال. فهي كمان هي كمان بتأثر على التجارة الإلكترونية. فمشان هيك بصير الخدمات اللي ممكن تنباع تكون الخدمات المعروفة، تكون الخدمات الاشياء. يعني انا مثلا بشتري من محل عطور، بدل ما انزل لعنده بشتريه بقول له ابعت لي اياها. صحيح. مثلا وجبات الاكل، هدول الاشياء. فممكن انه تصير الاشياء المعروفه هي الاشهر بالمبيعات. تمام، نحن بدنا نشكرك كثير، واكيد يمكن بنتمنى انه التجاره الالكترونيه هي تصير من احد المهن يلي بتساعد الناس لادخال مدخول ممكن لحتى يعيشوا صح. نشكرك كثير ويعطيك الف عافيه. يعطيكم الف عافيه مهندس المعلوماتيه طارق الساطع، بنشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير.